السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله محاضرات. تحدثنا المرة الماضية من باب التذكير في موضوع المولكولار بيسك للهيماتوبويتيك نيوبليجيا، سواء كان على مستوى الليمفويد أو على مستوى المايلويد. وتحدثنا أنه خروج الخلية عن الطور الطبيعي بتاعها بيتمثل في إشكاليات على مستوى يا إما يكون عندنا البروتو أونكوجين أو التيومر سابريسور جين. وتحدثنا أنه طبيعة الإنهيريتنس بتاعت التيومر سابريسور جين موصلي بتكون عبارة عن أوتوسومال ريسيسيف. أما بالنسبة لموضوع البروتو أونكوجين الذي يتحول إلى أونكوجين بتكون عندي مشاكل عبارة عن إدومين. هنا الحديث حيكون عندنا على نوع من الكاركترايزيشن هنعمل لهذه الهيماتوبويتيك نيوبليجيا. فبقول لي there are three major characteristics، يعني في عندي انا ثلاث صفات بنعتمد عليها في عمليه التصنيف بتاعت نوع من انواع اللي هو سواء كان اللوكيميا او نوع من انواع الليمفوما. اول حاجه هي عباره عن عمليه الاجريسيفنس. الاجريسيفنس يعني عمليه الخطوره والحده بتاعت المرض، وهنا في عندنا اكيوت وكذلك في عنا كرونيك، وحنتحدث عن الفرق بين الأكيوت والكرونيك إن شاء الله later on. إذن في عنا أكيوت، يعني بقدر أقول أنا في عندي أكيوت مايلوسيتيك لوكيميا، أكيوت لينفوسيتيك لوكيميا، كرونيك نفس القضية لينفوسيتيك لوكيميا كرونيك مايلوسيتيك لوكيميا. موضوع اللينيج. الشغلة الثانية عفوا موضوع الأجريسيف، طبعا هذه الأولى الآن لينيج لينفويد versus مايلويد، عشان هيك أنا قلت أكيوت لينفويد أكيوت مايلويد. إذن في عنا الأجريسيفنس وعنا اللينيج وكذلك البريدومينانت سايت اوف انفولفمنت. ايش يعني بريدومينانت سايت؟ يعني انا بقول منشأ الاشكال بتاع النيوبليجيا كان عندي في داخل الليمف نودز مثلا على سبيل المثال، او مثلا كان عندي في داخل البون مارو. فهذا الاساس انا بقدر اقول انه يعني انا ذكرت بانه السايت هذا بيقول لي لو انا كان عندي مثلا في البون مارو بعرف انه هذه النوع لوكيميا، بغض النظر ايش طبيعه اللينيج سواء كان ليمفوسايت او سواء كان مايلوسايت. تمام لاين اوكي بقدر اقول عنها عباره عن لوكوميك ديسكريبشن. اما في اذا كان عندي مثلا في الليمف نود على سبيل المثال ممكن يحصل عندي نوع من حاجه بسموها الليمفوما، وطبعا لها قلنا اسماء منها هوشكنز ونان هوشكنز ليمفوما. هذا الكلام ان شاء الله حياتي وقته في هذا الموضوع. فبقول الهيماتولوجيكال نيوبليزيا كان بي ديفايدد انتو اكيوت وكرونيك اند بيست اون تو كاركترستكس سيرفايفل والماتوريشن. طبعا بقول طبيعه الاكيوت والكرونيك هنا له علاقه في عده مواصفات هنتحدث عنه في التيبل جاست ويت. بقول الاكيوت ان ويتش ذا اونست از يوجوالي رابيد. بقول لي من ضمن المواصفات بتاعت الاكيوت انه عباره عن رابيد والاجريسيفنس متسارع. تمام وبشكل عام بيكون دائما البروجنوسيس از ابروكسيميتلي بور. تمام بشكل او باخر. الشغله اخرى انه الديفرنشيشن بتاعت الخلايا عند نقطه معينه بيقف. تمام عند نقطه معينه بيقف as well as السرفايفل بتاعت هؤلاء الناس ممكن ما يتعداش عباره عن ويكس او اشهر. الكرونيك طبعا in which the onset is insidious. ايش يعني which onset is insidious؟ يعني مثلا والله انا لاحظت على شخص معين بلور او ما شابه ذلك، فانا قلت له والله مثلا نروح نفحص السي بي سي نشوف الوضع، فجاه ما شفت الا غير الوايت بلاد سيل واصله 100,000 عفوا بميكروليتر. هذا معناته فجائي بشكل او باخر صار عندنا هذا الامر، لانه انا حصل عندي هذا الامر وفجاه وجدت هذا المنتج. إذن هذا المقصود في insidious. تمام ولكن الكرونيك in general less aggressive. تمام حدته طبعا أخف شوية من حدة الأكيوت. And the cells involved are usually more mature. That's right. يعني في الكرونيك قلنا يعني في الأكيوت عفوا تحدثنا أنه الديفرنشيشن حيكون فيها نوع من الستوب، لكن هنا بيكون في عندي more mature الخلايا في هذا الأمر. تمام والسيرفايفل طبعا في الحاله هذه اكيد بياخد تايمينج اكتر من اللي هو الناس اللي بتاعين الاكيوت. هنا يعني نوع من المقارنات وحنشوفهم في داخل تيبل ان شاء الله. طيب
إذن اللينيج طبعا قلنا اعتمادا على طبيعة سواء كان لينفويد أو مايلويد، وهذا الأمر بيعتمد على طبيعة السيتوكاينز اللي أثرت على هذه الخلايا بشكل أو بآخر. وإحنا ذكرنا المايلويد له عدة أوجه، سواء كان على مستوى المايلوسايت المونوسايت أو مستوى الريد بلاد سيل، هذه كلها تدخل تحت المايلويد. اللينفويد له علاقة في البي سيل والتي سيل، وممكن النيتشر كيلر سيل تدخل على هذا الموضوع. اوكي، هذا الكلام تحدثنا فيه. نيجي نتحدث على موضوع قبل ما ندخل على الفرق ما بين الاكيوت والكرونيك. نيجي نحكي على مصطلحات لوكيميا. مصطلح لوكيميا بريزنس اوف نيوبلاستيك هيماتوبويتيك سيلز ان ذا بريفرال بلاد اور بون مارو. اذا خلينا نقول انه لوكيميا عباره عن منشا، ما هي منشا بروبلم صارت عندي على مستوى البون مارو. لكن طبعا اكيد انا حلاحظ انه ما دام انا وصفت المرض بانه لوكيميا، حلاحظ انه هذه الابنورمال سيل او هذه اللوكوميك سيل حتكون موجوده عندي في السيركوليشن. تمام، اكيوت لوكيميا تمام قلنا الاماتشور، اكرونيك لوكيميا بكون مور ماتشور. هنا بخليني انتقل الى التيبل على اساس احس ايش الفروقات ما بين الاكيوت وما بين الكرونيك. الاكيوت طبعا للبروجريسيف بتحس انه في عندنا تسارع، صار في اشكاليات الموجودة عند المريض، والهاف لايف سبان ما عدتش 6 شهور. الآن يعني إيش يعني بروجريسيف؟ إنه تسارع في التطور للبروجنوسز الباد. إذا في عنا أكسيليريشن في الباد بروجنوسز، مش هيستمر إلى 6 شهور عند هذا الشخص. أما بالنسبة للموضوع الكرونيك ممكن يصل لمرحلة إنه يستمر سنوات، 1 2 3، ممكن يصل لأربعة لو 5 لو كان أنا في عندي مثلا نوع من التريتمنت الكويس والفعال. وهذا الكلام بيعتمد على أنواع معينة من أنواع الكرونيك لوكيميا. رابيد أونست زي ما قلنا تسارع في الحدود. أوكي، هنا إنسيديوس قلنا عملية حصلت بشكل موقف معين وجدنا المشكلة عندنا. التشيلدرين طبعا هم أكثر إصابة في موضوع الأكيوت. هل شوية الأدلت ممكن ينصاب؟ ممكن ينصاب. هنا عندي الأدلت اكثر طبعا وبشكل اكبر في موضوع الكرونيك. سيفير انيميا طبعا عندي في اكيوت، في عندي سيفير انيميا، في عندنا حده اجمل. هنا الانيميا بدايه تبدا خفيفه وبعد هيك بتبدا تتطور الى اكثر صعوبه. تمام، هذا موضوع الانيميا. الترومبوسايتوبينيا عندي انا ترومبوسايتوبينيا. ليش؟ لانه بشكل عام انا باجي بقول ما دام انا بحكي عندي على الاكيوت، معناته الخلايا اكلت الجو بتاعه الكانسر على حساب الريد بلاد سيل لاين وعلى حساب النيود، عفوا الترومبوسايت اللي هي البليتليتس في هنا. لكن هنا بقدر اقول في الكرونيك انه الانيميا والترومبوسايتوبينيا ممكن يصير عندي في الليت ستيج، لكن يوجوالي هنا ممكن الاقي البليتلس ابروكسيميتلي نورمال، او ممكن كمان يصاحب البروليفريشن بتاعت الماتشور كمان يصاحبني اللي هو عندي انكريز نمبر اوف ذا بليتلس. وهذا الكلام ممكن الاحظه في حالات معينه زي ما هنشوف ليتر اون في انواع الكرونيك مايلوسيتيك لوكيميا. عندنا هنا المودريت تو ماركت ليكوسايتوسيس. النمبر اوف ذا وايت بلاد سيل او ليكوسايت هنا ما بتعداش عندي ال 100,000، ممكن يكون 50، ممكن يكون 20 10، وهلم جرى. لكن بالنسبه لموضوع الكرونيك ممكن الاحظ، وهذا الكلام بتلاحظ عندك، انه بتلاحظ الخلايا الوت، بمعنى ممكن يصل لمرحله معينه من الخطوره لمليون خليه او 900,000 خليه بير مايكروليتر. تمام، بمعنى انك لو انت جيت سحبت اللي هو عينه الدم لهذا المريض، تحس انه البلازما كلها عبارة أو أغلبها عبارة عن بافي كوت من الخلايا المريضة أو الخلايا اللي هي نيو بليجيا. ماني بلاست طبعا أنا بلاحظ ماني بلاست في الأكيوت، لما ذكرنا في البداية بأنه الأكيوت عندي أنا بلاست، في الكرونيك أنا عندي موصلي بكون ماتشور. لكن هل ممكن ألاحظ بلاست؟ ممكن ألاحظ بلاست، لكن بمعنى إيش؟ بمعنى أنه لو أنا رحت عملت سكرين لموضوع البون مارو تمام بتاع الناس الكرونيك، بلاحظ انه في عندي بلاست لكن less than 10%. لكن هناك على مستوى الاكيوت ممكن الاحظ انه البلاست سيلز ممكن تصل ل 30% اذا ما كانش اكتر على مستوى البون مارو فيلم اللي احنا عايزين نعمل له ايفالويشن. اذا هذا عبارة عن مقارنة ما بين الاكيوت والكرونيك في هذا الموضوع عشان الصورة تكون واضحة. في عندنا مصطلحات اخرى مرضية، هذه المصطلحات زي MDS هنتحدث عنها بإسهاب ليتر اون إن شاء الله في محاضرة
مستقله. This is a group of disorder characterized by infective metabolism. يعني مايلودسبلاستيك سندروم خلينا نقول انه في عندنا نوع من اللخبطه خلينا نسميها في موضوع الهيماتوبويتيك سيلز. بتلاحظ انه البول مارو شغال وعندنا الوت من الخلايا، لكن هذه الخلايا حتصل لمرحله انها تدخل على الابوبتوسيس تمام في داخل البول مارو، عشان هيك حيصاحبها اشكاليات حنلاحظها ان شاء الله ليتر اون. مايلوبروليفريتيف ليوكيميا، ذيس از انيوبليزيا لامين لخط اللي هو المايلويد، سواء كان جرانيولوسايت او مونوسايت او مثلا البليتلتس او الريد ابلانس. تمام، اذا هذا مفاهيم احنا مطلوب منا نعرفها على اساس الصوره تكون واضحه. ليمفو بروليفريتيف لوكيميا قلنا اللي هو ذيس از ايش، اللوكيميا لللينفوسايتس. تمام، لوكيميا لللينفوسايت. ليمفوما اذا في عندي ليمفوما اذا عباره عن نيوبلازم سيل مصدرها من الليمف نودز. تمام، جايين من وين؟ من الليمف نودز اللي هي خلايا صارت ابنورمال ليمفوسايت، سواء كان بي سيل تي سيل. تمام، وعملت لي زي اورجان سوليد اورجان، سواء كان في الليفر او سواء كان في الجاسترونتستينال تراكت، او ممكن يكون عندنا في اللي هو عفوا سبلين بشكل او باخر. عندنا مصطلح اخر اسمه ليمفويد لوكيميا. ايش يعني ليمفويد لوكيميا؟ is a subset of lymphoma in which the neoplastic lymphocytes are present in peripheral blood or bone marrow. ايش يعني؟ انا تحدثت عن موضوع الليمفوما بشكل مجرد وقلت انه هذا عبارة عن origin of the neoplasm cell تمام موجودة عندي في الليمف نودز اوكي او في السكندري ليمفويد تيشو بشكل او باخر. الان ممكن اقول عنك صرت هناك اسم ليمفويد لوكيميا انه الاحظ انه صار في عندنا حاجه بسموها الميتاستاسيس لهذه الخلايا الابنورمال سيل وراحت عندي على البون مارو. تمام، فهنا في الحاله ايش بسميها؟ بسميها ليمفويد لوكيميا، او انا ممكن الاقيها في داخل السيركوليشن. تمام، لكن بشكل او باخر سواء كان في السيركوليشن او في البون مارو بعرف انه هذه عباره عن لوك لايك ليمفويد لوكيميا، لكن لو ظلت عندي في منطقه اللي هو الليمف نود او السكندري ليمفويد تيشو بسميها ليمفوما. الترو لوكيميا، الترو لوكيميا عبارة عن ايش؟ مصطلح لكن لا يستخدم كثير، انه بتقول لي انه في عندي مشاكل على مستوى الهيماتوبويتيك سيلز. تمام، هي لوكيميا لكن ما زالت الخلايا موجودة في البول مارو. يعني انا في عندي سي خلايا موجودة عندي ما زالت في البول مارو وهي خلايا ابنورمال اوكي، فما صارش لها خروج على البيرفرال بلاد، فهذا اعطاني اشعار بانه انا في عندي اللي هو ترو لوكيميا اوكي، سواء كان على مستوى الليمفوسايت او على مستوى المايلوسايت. هي المقصود في ترو لوكيميا. الان نتحدث ان شاء الله على الاكيوت لوكيميا ان جنرال، وان شاء الله بعد هيك حنتحدث بشكل مفصل على اكيوت ليمفوسيتيك لوكيميا واكيوت مايلوسيتيك لوكيميا. نيجي للأكيوت لوكيميا. أكيوت لوكيميا عبارة عن مالجنان ديزيز زي ما تحدثنا، في عنده خاصيتين. الخاصية الأولى accumulation of abnormal blast، يعني أنا في عندي خلايا الإماتشور، تحدثنا على المايلوبلاست بروميلوسايت وهلوما جرا، هنا أنا بتحدث على خلايا mostly blast. تمام، في عندنا accumulation يعني معروف إلها برسنتج معين، لكن لا في عندي الآن highly برسنتج. أنا هنا كنت بحكي على البرسنتج بتعداش واحد أو أقل أو أكثر شوية في المية، لكن أنا بتحدث على تقريبا 30%. الشغلة الثانية impairment production of normal blood cell، إنه إيش اللي بصير عندي؟ إنه عملية البرودكشن في impairment، ممكن يكون صحيح عندي نوعا ما قريب من النورمال لكن ممكن يكون أكثر بشكل أو بآخر. إذا في عندنا increase number of the blast cell بشكل أو بآخر، لكن هذا الأمر قلنا في الأكيوت في عندي حيصاحبه أنيميا، حيصاحبه ترومبوسايتوبين زي ما شفنا في التيبل. تمام، وممكن يكون عندنا في الحالة هذه الكاونت maybe low or normal a little bit high. طيب هذه عندي هنا المربع الموجود بقول لي أنا مستطيل عفوا، في عندنا فكرة two hit model of leukemogenesis. يعني إيش بمعنى two hit model؟ هنا في هذه الحالة انه انا في عندي loss of function من جانب وgain في function من جانب اخر. بمعنى مختصر انا بقول لي في عندي loss of function of transcriptional factor needed for differentiation،
ليش؟ لانه ذكرنا احنا في الاكيوت انه الديفرنشيشن في عنده ستوب عند ستيج معين من المراحل الديفرنشيشن. اذا هذه العوامل او هذه الفاكتورز مش مطلوب منها طبعا نحفظها، هنتحدث عن امثله منها ليتر اون ان شاء الله في الاي ام ال. تمام، هذه الفاكتورز او هذه الترانسكريبشنال فاكتورز بتساعد في عمليه الديفرنشيشن، لكن لما بيصل لها ستوب في الفانكشن يعني يصير فيها ديفكت معناته الديفرنشيشن ويل بي بلوكد. على الجانب الاخر في عندنا جين فانكشن. ايش يعني جين فانكشن؟ احنا قلنا احنا في عندنا احتماليه انه يزيد النمبر اوف ذا بلاست، فيعني معناته البروليفريشن بيزيد، يعني معناته انا في عندي سيرتين كاينيزز موجوده عندي. تمام، موجوده عندي بشكل او باخر، هذا هتعمل انهانس للبروليفريشن. اذا اجتماع الديفرنشيشن بلوكينج والانهانسمنت بتاعت البروليفريشن هتعطيني ايش؟ هتعطيني اللوكيميا. وضحت هي؟ يعني الامر مش محتاج الى فلسفه. بيجي بيقول لي هنا كمان اعمل حسابك انه تقريبا اوفر تمام 30% اوف ذا بلاست سيلز ان ذا بون مارو، اكثر من 30% من البلاست سيلز ان ذا بون مارو. Before the development of the effective chemotherapy, survival of patients with acute leukemia was usually only a few. يعني بقول لي بعد ما صار هناك اكتشاف الثيرابي اكيد على مستوى الاكيوت لوكيميا بدات السرفايفل تعلى، لكن بدون مثلا يكون عندي ثيرابي او كيموثيرابي افكتيف تحس انه بشكل عام الهاف لايف ممكن تستمر اسابيع او مانس على اكثر على اكثر تقدير. With an effective chemotherapy, the improvements supportive care have been significantly advanced. يعني صار في عنا هذا الأمر أفضل. وهذا الكلام وين أكتر؟ العلاج وصحيح هذا من ضمن الشغلات الجميلة. إذا إحنا تم عنا اكتشاف الأكيوت لوكيميا خاصة في الأطفال in the early stage. تمام، in the early stage وفي early يعني years من العمر بتاع الطفل. تمام، احتمالية وهذا الصحيح يعني نتائج طيبة كتير انه اكتر من 85% من هؤلاء الاطفال بصير لهم ريكفري من فضل الله. تمام، عند هذه المرحلة. لكن لو كان عندي مثلا ادلت او الالدر نو، يعني بيجي بيقول لي unfortunately many patients with acute leukemia ممكن يحصل مع الناس الادلت عمرهم 18 واعلى شوية. تمام، cannot be cured with current treatment، يعني مش هيزبط معهم العلاج اللي بياخده مين الاطفال بشكل او بأخر. احنا المقصود في الاطفال احنا بنحكي على سن ما بين 3 و 10 سنوات في هذه الحاله. طيب نيجي نتحدث على هنا الاكيوت لوكيميا كان بي ديفايد انتو اكيوت لوفوسيتيك واكيوت مايلوسيتيك، هذا الكلام واضح. تمام، وقلنا الديستينكشن بين الاي ام ال والاي ال ال، طبعا هذا بده يعني يكون في عندنا فن في عمليه التوصيف. تمام، فاني انا اقدر اعمل عمليه ايفالويشن اكثر. انا بتحدث هنا يعني يا بنات على موضوع بلاست، وبعض الاحيان ممكن يصير عندي كونفيوزنج اني اطلع على المورفولوجي واقدر اعمل عمليه الحسم، بمعنى انه اقول هذه عباره عن اكيوت مايلوسيتيك لوكيميا او اكيوت ليمفوسيتيك لوكيميا. اذا معناته في عندي شغلات لازم تفيدني بهذا الامر. بقول لي هنا اميونوفينوتايبنج، احنا عارفين كلمة immunophenotyping انه احنا عندنا الفلوسيتومتري الان ما شاء الله شغال وبيعمل عملية evaluation للخلايا على السطح ايش فيه ولما او انسايد الخلية ايش فيه. بقول لي انا ده only morphological feature، ها يعني الان بقول لي عشان تميز ما بين ال AML وال ALL. تمام، عشان يقول لك lineage انه انت قاعد بتحكي على acute في الميرويد او اكيوت في الليمفويد. بقول لي انا ممكن تلاحظ، وطبعا هذا الكلام الصحيح عند خلينا نقول في موضوع الاي ام ال خاصه، زي ما حنشوف انه في عندنا اي ام ال اكثر من ستيجز او اكثر من نوع، اي ام ال 0 1 2 3 4 5 6 ممكن يصل ل 7 او 8. تمام، عند انواع معين ممكن نقول في اي ام ال 2 او 3 اكثر شيء، انه انا بلاحظ عندنا حاجه بيسموها اور رودز. اور ايش؟ رودز. ايش يعني اور رودز؟ تروح تطلع على البلاست سيل، البلاست سيل بتاعت المايلويد لاين، بتحس انه في عندك خط موجود في داخل السيتوبلازم لوك لايك زي اكيوميليشن اوف جرانيولز، موجوده خط عباره عن زي قضيب موجود، هذا بيمثل لي اللي هو تكاثر يعني تراكم لجرانيولز في داخل السيتوبلازم.
فهذه بسميها our roads، وهذه بتعطيني دلالة انه احنا في ايش، احنا في الـ AML مش في موضوع الـ ALL. طيب قال لي شغلات اخرى انا عايزها تدعم لي عملية الـ differentiation between الـ AML والـ ALL وبعض احيان ما بين انواع الـ ALL. خلينا نطلع in general على طبيعة الاشياء اللي ممكن تفيدني في عملية اللي هو الـ evaluation لهذا الامر. بقول لي انت ممكن تعمل complete blood count. طيب complete blood count نعمل blood film it's okay. ممكن نستدعي في الحالة هذه نعمل bone marrow aspiration تمام، او اذا كان عندي مثلا بايوبسي اذا انا عايز اعمل شوية تستات معينة في هذا الامر. طبعا aspiration وبايوبسي هنتحدث عنهم later on في موضوع الفروقات ما بينهم، لكن المهم هنأخذ عينة من اللي هو مين bone marrow. طبعا لما نأخذ عينة من البول مارو تمام، بغض النظر ايش هي سواء كان اسبيريشن او بايوبسي مش قضية، لازم نعمل سيتوكيميكال تيست تمام. نعمل ايش؟ سيتوكيميكال تيست. السيتوكيميكال تيست هذا الكلام من ضمن الشغلات التراديشنال المعروفة من زمان من عشرات السنين، بيعملوا عملية ايفاليويشن للمكونات بتاعت الخلايا. ايفاليويشن لمين؟ للمكونات بتاعت الخلايا، ومن ضمن هدول المكونات بتاعت الخلايا قال لي انا والله اعمل تشيك لمين؟ للميلو بيروكسيديز. اوكي تمام، الميلو ايش؟ بيروكسيديز. بمعنى بقول لي اذا انت عباره عن مايلويد تمام، خط المايلويد خلايا المايلويد، واذا كان في عندي برايمري جرانيولز فيها تمام او سكندري جرانيولز في داخل المايلويد اوكي، هتحس انه جوه هذه الجرانيولز في عندنا مايلوبريكسيديز. لكن هذا الكلام بقولوش انا انه يكون عندي موجود في هذا الامر تمام. اذا لا ريد بلاد سيل مثلا ولا ليمفوسايت، خط الليمفوسايت او خط الريد بلاد سيل اقدر اقول في عندهم مايلوبريكسيديز. هذا بداعم لي انه احنا ايش في داخل الاي ام ال، ولكن اكثر بيتجه الى اي ام ال له علاقه في الميلوسايت لاين تمام، في الميلوبلاست اكثر ما له علاقه في المونوسايت. يعني ممكن الاحظ انا اي ام ال لها علاقه في المونوسايت، لكن هذا الميلوبروكسيديز بدعم لي انه انت مشاكلك داخل على الميلويد لاين تمام. هذا شغله. شغله ثانيه بقول لي انا ممكن اعمل سودان بلاك ستين. هذا ستين لمين؟ لا الفوسفو ليبيد. اوكي عباره عن ستين لا الانتراسيلولار فوسفو ليبيد تمام، بكون موجود عندي في داخل الخليه تمام، موجود في البرايمري سكندري جرانيولز، ممكن يكون موجود، ممكن يكون عندي موجود في المونوسيتيك لايسوسومز. هذه السودان بلاك ممكن تاخذ هذا الليبيد تعطيه اوكي، لكن هو اكثر في خلايا المايلويد، ممكن يكون موجود عندنا في خلايا المونوسيتيك لاين، لكن خلايا الليمفويد ابروكسيميتلي ابسنت اذا ما كانش عندي فيري رير في هذا الموضوع. اذا هذه بيعطيني دلاله بشكل او باخر. طيب لكن هنا انا لو خيرت انا مثلا كملاحظه ما بين عمل المايلوبروكسيديز واعمل السودان بلاك، في ملاحظة بقول لي السودان بلاك بشكل عام ممكن تكون أكثر أدفانتج من باب إنه لو كانت عندي أنا خلية أولد سيل أو ممكن يكون يعني أولد بلاد موجود عندي أو عندي بون مارو سمير تمام، فممكن يكون عندنا أفضل في عملية الستينينج لو أنا عملت بالسودان بلاك، لأنه ممكن الميلوبروكسيديز ما يكونش واضح بشكل عام. هذا من باب كملاحظه ليس الا. في عندنا حاجه اسمها نافتول اي اس دي كلوروستيت اللي بسموها سبيسيفيك استريز. سبيسيفيك ايش؟ استريز اللي هو انزيم سبيسيفيك استريز، وفي عندنا كمان انزيم اخر اسمه نون سبيسيفيك استريز اللي هو بيقول عنه الفا نافتل بيوتوريت استريز. هذول من ضمن اللي هي الفحوصات اللي نعملها. السبيسيفيك استريز تمام، هذا عباره عن طبعا ستين بنعملها عشان نحدد الجرانيوسيليتك سيريز اوكي. المونوسايت
والمونوسايت والليمفوسايت لاين، هذول بشكل عام صعب جدا او فيري رير انه تاخذ كميه من هذا الستين، تمام، بتاعت اللي هو ايش السبيسيفيك ستريز، اكثر لمين؟ للجرانيولوسيتيك سيريز. النون سبيسيفيك ستريز تمام هنا بوزيتيف ان سم او بوزيتيف ان موست، طبعا هنا كاتب في عفوا السبيسيفيك ستريز بوزيتيف ان سم كيسز اوف اي ام ال، بس موست اكثر للجرانيولز، تمام، هي اكثر في هذا الامر مور ديفرنشيت في وين؟ في الجرانيولز. النون سبيسيفيك بوزيتيف ان سم كيسز اوف اي ام ال انديكيت مونوستيك. بقول لي الجرانيولز في النون سبيسيفيك، ها النون سبيسيفيك اقل بتاخذ ستين من المونوسيتيك سيريز، من المونوسيتيك سيريز. اذا هذا اكثر اللي هو النون سبيسيفيك ستريز في تحديد المونوسيتيك سيريز المونوسايت، تمام، لكن الجرانيولوسايت او الايزينوفيل بشكل او باخر تاخذ فيري فينت، يعني دوبها تاخذ صبغه في هذا الموضوع، تمام. اما على مستوى المونوسايت، على مستوى ممكن ماكروفيجز، تلاحظ عندها هذا الستين موجود. عندنا ستين اخرى اسمها بيريوديك اسيد شيف باس، بقول عنها بيريوديك ايش؟ اسيد شيف. البيريوديك اسيد شيف هذه من ضمن الستينز اللي احنا ممكن نعملها، اوكي، اللي هو ستين له علاقه في الجلايكوجين، تمام، له علاقه ايش؟ في الجلايكوجين الموجود عندي. ممكن تلاقيها في الاي ام ال، تمام، لكن اكثر اوكي ممكن نلاحظها في وين؟ في اللي هو الليمفوبلاست اكثر من المايوبلاست، تمام، اوكي. اذا بلاحظ انا البيريوديك اسيد شيفت ستين للجلايكوجين الموجود از انتراسيلولار جلايكوجين، واكثر بتكون بوزيتيفيتي في البلاست بتاعت الليمفويد دان مايو. عندنا كمان ليكوسايت الكالين فوسفاتيز، وهذا بيكون موجود عندي الانزيم في داخل الجرانيولز بسموه تيرشري جرانيولز، موجود عندنا هذا الانزيم، اوكي، وبنحسب تقديره من 0 ل بلس 1 بلس 2 بلس 4 3 4 5 and so on. وذاكر تحدثنا عنه في قبل هيك في المقارنه ما بين اذا ذاكرين الليكومويد رياكشن والاي ام عفوا والسي ام ال في الكرونيك مايلوسيتيك لوكيميا، قلنا اكثر هذا موجود فين؟ في الليكومويد رياكشن من السي ام ال، لانه السي ام ال ممكن يكون موجود لكن بشكل مش كبير زي الليكومويد رياكشن لما بكون عندنا. على كل هذه شغلات سيتوكيميكال بتساعد عنا في هذا الامر. عاد على انه السيتوكيميكال كمان انا ممكن اعمل تشيك اب اخر اني اقدر اميز ما بين الاي ام ال والاي ال على مستوى الفينوتايبين، تمام، اني اطلع في عندي سي دي 13 33 او بروح على اي ام ال بنسى حاجه اسمها اي ال ال، لكن الاي ال ال اكيوت ليمفوسيتيك لوكيميا بقدر اقول انه انا في عندي ALL لكن نوع B cell problem أو ALL نوع T cell problem، وكل واحد منهم بتاخد إيش؟ بتاخد إلها ماركر معين. يعني لو أنا جاي أتحدث عن AML إلى علاقة في البي لازم يكون عندي هذه CD10 CD10 CD19 أو CD2 22 بكونوا بوزيتيف، إذا كانت موضوع T CD3 plus و C7A plus. في التيبل هنا بحاول يشرح لي برضو نوع من التفرقة شوية بينهم على أساس يعني تأكيد الحكي اللي ذكرته. بيجي بيقول لي أنا المايلوبروكسيديز والله تحدثنا في البرايمري جرانيولز، إذن خط المايلوي المايلوبلاست، تمام، سترونج بوزيتيف، المونوبلاست فينت، تمام، سودان بلاك فوسفوليبيد مايلوبلاست سترونج بوزيتيف مونو فينت، سبيسيفيك ستريز مايلوبلاست سترونج المونو ليس، النون سبيسيفيك انزيم سيلولار انزيم في المونوبلاست اكثر، تي دي تي اللي هو عباره عن انزيم بكون موجود عاده في الخلايا الاماتشور بتاعت مين؟ هذا الكلام اذا ذاكرين ذكرناه في موضوع بناء الانتي بودي والديفرنشيشن للبي سيل في الخلايا الايرلي ستيج، بتلاحظ من الليمفويد عندنا موجود هذا التي دي تي، لكن في المراحل المتقدمه من الماتشوريشن ماتشور بي سيل حلاقيه هذا الانزيم اختفى، تمام. اذا هذا انزيم له علاقه دلاله على الليمفوبلاست بيكتشر او الليمفوبلاست بوزيتيف. بيريودك اسيد شيف تحدثت عنه الان،
انه في عندي variability شويه فيها نوع من الكونفيوزنج، لكن اكثر ممكن يكون عندنا في الليمفوبلاست مع البروميلوبلاست ممكن يكون اكثر او اقل شويه من خلايا اخرى. تمام، هذا علاقه في الجلايكوجين بشكل او باخر. تمام، فبقول لي بوزيتيفلي اوفن سين ان ذا ليمفوبلاست مع البرو مونوبلاست، برو نورموبلاست عفوا تحت الريد بلاد سيل لاين، والليمفوبلاست تحت الليمفوسايت لاين. المايلوبلاست يوجوالي نيجاتيف او ممكن يكون في فينت بشكل او باخر. تمام، هذه هي الان تكون الصوره ان شاء الله وضحت ان ايش فهمت ايش التيرم مينولوجي اللي موجود عندي وكيف قدرت الان اتعامل انه يكون في عندي ايديا عن مستوى الايفالويشن بتاع الاكيوت وطبعا الكرونيك. تمام، تحدثنا عنه وتحدثنا كمان على موضوع الايفالويشن الاخر انه اقدر اميز حالات الخلايا الموجوده عندي من ناحيه سيتوكيميكال ستين او من ناحيه اميونوفينوتايبنج. وقلنا السيتوكيميكال ستين يتمثل في عده اشياء، بيريودك اسيد شيفت مثلا الباص والنون سبيسيفيك ستريز، سبيسيفيك ستريز المايلوبروكسيديز انزيم السوداني بلاك، تمام التي دي تي، هذه كلها عباره عن سيتوكيميكالز انا بقدر اميز ويدعم لي التشخيص تاعي. لانه يعني عاده ان جنرال بشكل او باخر موضوع الدياجنوستس اللي عايز اعمل تعلم الدياجنوستس لكانسر، فوان تيست از انف يوجوالي، يعني نحتاج الى مور دان وان تيست. يعني احنا عملنا سي بي سي ورحنا لقينا نظره على البلاد فيلم، ورحنا لقينا نظره على البون مارو فيلم، تمام شفنا البيرسنتج بالخلايا، بعد هيك احنا عايزين نعمل كونفورميشن اكتر ممكن نروح نعمل اميونوفينوتايبنج، نعمل سيتوكيميكال تيست. إذا الأمور ممكن ظلتها معقدة مثلا ممكن أروح أعمل شغلات على مستوى الجينيتكس، أعمل اللي هو يعني evaluation أو identification على مستوى الجينيتكس إلى علاقة مثلا ببي سي آر في جين معين، في translocation معين، أعمل انسيتو وشغلات كثيرة إلى علاقة في المولكولار تكنيكس ممكن. ليش؟ لأنه في الآخر عايز أعمل definite diagnosis لأنه حتحدد طبيعة الثيرابي والكيموثيرابي اللي عندي من خلال هذا الأمر. تمام، أوكي، إذن هنا تكملة بسيطة بقول لي أنا in general من ناحية مورفولوجي هنا بيعمل لي نوع من التفرقة ما بين الـ ALL والـ AML. الـ plus size أكيد small في الـ ALL، الـ plus size أكثر حجما في الـ AML. السيتوبلازم بكون scant، يعني بكون عبارة عن نوعا ما في هناك زقاق اكثر شويه، هنا بكون نوعا ما مودريت. اوكي، الكروماتين هنا بكون دنس اكثر في الاي ال ال، الكروماتين هنا بكون اكثر فاين لانه في عندنا اكتيفيتي اكثر. النيوكليولاي ابروكسيميتلي صعب تلاحظها، النيوكليولس قصدي ممكن تكون موجوده لكن بعدد قليل، هنا ممكن الاحظ عندي نيوكليولس واضح. الاور رودز في الاي ال ال عندي ما فيش شيء، تمام، لكن هنا في عنا موجود في 50 او اكثر من 50% المقصود في عند ستيجز معين، هي قصده في ال 50% في حالات الاي ام ال. الله اعلم حتكون عندي اي ام ال طبعا نمبر 2 واي ام ال رقم 3 بشكل اوضح وجود هذا الكم الكبير من الاور رودز اللي حنحكي عنهم ان شاء الله في خلال الدايجنوستس. طيب هنا توضيح لصوره بيقول لي خلايا الاي ام ال وخلايا الـ ALL زي ما احنا شايفين خلايا اكثر لارج طبعا، وعندنا هنا اذا بتلاحظ في عندنا خطوط موجوده، هذا الخط اللي في داخل السيتوبلازم هذا بنقول عنه احنا الاور رودز بشكل او باخر. هنا عندنا السيتوبلازم بتقدر تقول مغطى بالنيوكلياس اكثر من السيتوبلازم الموجود عندي في الـ ALL، وهذه دلاله بتعطي اشعار انه احنا كده تفريقات. والشغله الثالثه كمان بتلاحظ من ناحيه مورفولوجي انا كانسان بدي اكون خبير انه في عندي هوموجينيوس يعني في اللينياريتي، يعني ماخذ شكل راوند اللي هي خلايا الاي ال ال اكثر من خلايا الاي ام ال، اكثر من خلايا الاي ام ال. تمام، هذه بعض من اللي هي الفروقات. حنتقل ان شاء الله المحاضره الجايه حنتحدث عشان نجمل هذه الفروقات بين الاي ام ال الليمفوبلاست عفوا الاي ام ال المايلوبلاست والليمفوبلاست،
وبعد هيك ان شاء الله هنتحدث نبدا عن الاكيوت لينفوسيتيك لوكيميا. الى لقاء اخر ان شاء الله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.